كده يا كنجال، انا من زمان وريتك وقلت لك انسى شلبيه موجدي، شوف لك بنت الحلال. خليتها لقيت لي واحده هديه ورضيه وظريفه، واتفقنا وظبطنا كل شيء، وان شاء الله بكره همشي عليها. ايه كيف انت مشي براك؟ عاد نحن بنسون شنو؟ انتوا الخير والبركه، لكن انا ما ماشي براي، سايق معي ابو سمره وحسن زهور عشان نشوف التفاصيل. يطلبوا يطلبوا وكل اللي يطلبوا حاضر. الله كيف، انا كمان ما سيت الشيء وكل شيء. عشان حبيبي يستاهل روحي عندي. والله يا شباب، أيوة. ابو سمره وحسن زهور، نعم. يا اخي انتوا ما صحباني يا اخي، أيوة. يا اخي انتوا احباني يا اخي، أيوة. يا اخي انتوا ما في ردي يا اخي، نعم. نعم. والله اشكركم شكر شكر من هنا ليه بعد بكره. اشكرنا يا اخوي، بعدين بعد ما خطبه العروس يجيبوا لنا عشاء عش ماكينه كربه نضرب ونضرب وطولنا ونيه مارقين بعدك. اشكرنا والله. ايوه اديكم كلام، بعد ما نتم الموضوع ان شاء الله هنجي وحغني لكم كل الاغاني اللي عندها علاقه بالزهور والرياحين والسنغنق. ايوه شباب، ايوه متعنا بالزهر والورد والسنغنق. ايوه سلام عليكم. مين علمك يا مراش يا سلام؟ شوفوا يا اخوانا، ايوه قبل ما نخش يس وروني انتو شايلين شنو. شايلين شنو؟ ما شايلين اي حاجه. شيله ما في، بدك خشب ما في، قفل خشب ما في، خطوبه ما في، ما قلتوش ما في، كله ما في ما في كله ما في. يا صديقي الحاجات دي انت هتمهر كلام زي ده. ونحن لكن معنا سمسار. ايوه بعدين اديك كلام. كنجال ده في حد ذاته كنز، في حد ذاته مهر. ايوه نحن شايلين لام العروس زهور وماء الورد. ايوه ايوه يا هانم، زهور وورود وماء الورد. نعم بغى مول زهور طيور. احنا بننادي المعازيم ونعجل توالي. تعجدوا؟ اي نعجل. نحن لسه في واجبات وتفاصيل ما تكلمنا فيها. انا بفتكر انه احنا دارين نتزوج زواج زي غير تغليل يعني. يس. جبتوا الشيله؟ لا لا. جبتوا المهر؟ ابدا ابدا. جبتوا قلت الخير؟ باختصار كده يا هانم، احنا دارين نعمل زواج لصديقي كنجال، زواج غير تقليدي. أيوة. زواج ستايل. انا بوريكم ستايلي. سؤال سؤال شنو يا كنجال؟ والله ما عارف اقول لك شنو، لكن رديت ليها. اول ما رديت ليها المردي وشها بقى اصفر واحمر وبني، وقالت لي يا كنجال بكل هدوء كده، اسفه ما بدك بنتي. ما بتديك تديك لا، وغصبا عنا انا جنصت كده وقاعده حارساك، لانك انت داير البيت والبيت دايرك. قلت لي السؤال شنو؟ ما بقدر اقول لك السؤال شنو. قوم رح نمشي لا، ويا هي يا انا. قلت شنو يا عشا؟ قلت لك البيت والولد عايزين بعض وانت رافضه مالك؟ باختصار كده انا اوريكي رافضه ليه، لانه العريس ما من قبيلتنا، ونحن ما بندي بناتنا لزول ما من قبيلتنا، لانه قبيلتنا احسن قبيله وبسد عين الشمس، ونحن اسياد العزوه والقوه. هاي دي ماله؟ دي غبيانه ومن الوطنيه عدمانه. استلمي يا مرميه وكلامي، انا خطي طاقيه ومن يوم الليله خلي العنصريه وعرسي للوين والبنيه. دبو البيت دبو البيت، تعال يا اخوي تعال. قلتنا يا اخي، ما عرف نزاتنا احنا نعمل شنو. طمني عليك، راح الكلب عباك وين؟ يا الله غيتوا الكلاب دي صغيره صغاله. عارف زمان لما كنت صغيره مشيت العب في بيت جيراننا، دقيت الباب الكلب يجاري فكه من الجنزير، الكلب ما عضاني 25 حقنه 25 يوم. انا ما قاعده امشي المدرسه، لكن نفسي الحقنه ما بقيت خمسه بس حقن بس، الحمد لله في زمانكم بيت رعايات كلها كويسه. سارينا هي
يعني انت هسه حاليا جايباني من هناك ورح تاكلي بسرعه عشان الموضوع ده صف صف. يعني ما ممكن، لكن ما ممكن يا اصحافي. يعني ليه يعني كلامك ده؟ ده ابو البيه ده اول حاجه زول اخوي وانا ما بقصر منه، الولد عضاه الكلبه. يعني معقوله ده كلامك؟ يعني شوفي، غير الجهويه والغبليه والعنصريه وكلامك الفارغ اللي قاعد تقولي فيه ده، ما في حاجه مرجعاني لورا. الله عند ابو البيه، معلش في حاجه بسيطه كده، كان ده بيجيب حلاوه لكن ما في طريقه. بس شنو؟ اشتري بقى الحلاوه. تمام، يلا الله يديك العافيه. تسلم يا اخوي. محن كل عين النعم دي، انا زي منو عليك الله. قاعد لي مع كنجال ده، قال كنجال كابور حاجه ما قاعد تجيب لك شغل لك سخينه سليقه وشلت من لحم الدنيا. وكل اللحمه دي ابو كيف يا اخي؟ ابو كيف العطشانه؟ يمكن العطشانه دي الزهور. الزهور عطشانه انا اكل. حسن يس، قول فيني شعر. هذه الجرجيرات توحي الي باغنيه لفنان عظيم، دي بذكرني الزهور والوردي شتلوها جوا قلبي. يا سلام يا اخي، حرد الفجير حاكل اللحمه كده بيك الجنكابور اكل ولا شطه. دي الشطه يا حسن. ايوه اكل. اسمعني، دي الصحنين بتاع الشتون، اقصد بتاع الترجيل. لا 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 اكل. ايوه حاضر. يلا اسمع الخبر ده. متلفوش، خبر طازج اكيد لك في عشرة قبل اكيد. يا اختي في جماعة في مود دارين ان تمثل معهم فيلم جديد. فيلم جديد؟